وعلى المستوى الشرعي، وهذا الذي يهمنا. تعرفون لماذا؟ لأن القاعدة تقول نحن متعبدون بالشرع أو بالقدر. بالشرع ليس بالقدر، قدر شأن الله، شأنه هو. أنت ما لك علاقة بالقدر، لا تستطيع أن تتدخل في القدر، أليس كذلك؟ يعني من أراد الله عز وجل إعزازه، هل تستطيع أن تذله أنت؟ أبداً. من أراد الله قدراً، قدراً ليس شرعاً، رفعه، هل تستطيع؟ لا تستطيع. من أراد الله أن يميته، هل تستطيع أن تبقيه في الحياة، في قيد الحياة؟ القدر له لا إله إلا هو. من أراد الله أن يخلقه طويلاً، هل تستطيع أن تجعله قصيراً؟ هذا قدر، قدر الله عز وجل، ما لك دخل فيه، هذا شأن الله، إياك أن تتدخل فيه، ولا تزعم أنك متعبد به. تدخل في يعني من أوسع أبواب الزندقة، تقول ما الله أراد، الله أراد المجرمين يقتلوا الصالحين وإحنا نرضى بهذا. لا، أعوذ بالله، لا نرضى بهذا، لا نرضى به أبداً. لا نعترض على قدر الله، لكن لا نرضى بهذا الفعل، لأننا مكلفون شرعاً. مسألة أخرى على فكرة أبي أحد نخش فيها، لأنه مسألة طويلة ولدينا فيها الأدلة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة على الأقل، وهو مذهب متين في هذه المسألة خلافاً للاعتزاليات. طيب، هناك أيضاً المستوى الشرعي، هنا العجوبة، هنا ما يدهش. وعلى المستوى الشرعي القرآن العظيم أعطى غير الموحدين، أعطى الكفار والمشركين والوثنيين حق أن يعيشوا وأن يمتدوا، ولم يبح دماءهم بمجرد كفرهم وعدم خضوعهم للإسلام والتوحيد أبداً. وقال لك عندك حالة تستطيع أن تقاتلهم وتقتلهم فيها إذا بدأوك بالقتال، إذا كفوا عنك فما جعل الله لكم عليهم إيه؟ سبيلا. اترك. وعلى فكرة رجاء نعود إلى سورة النساء، أعتقد هذه الآية ربما 94، لست أذكر. على كل حال من سورة النساء اقرأوا هذه الآيات، طبعا اقرأوا تفسيراتها لكن أمعنوا فيها بالتأمل والنظر. الآيات واضحة جدا أنها في المرتدين، مش حتى في الكافرين الأصليين، في المرتدين. والآيات تقول، وعنا يعني مبحث طويل في الردة، الأمة تبحث من قرون في الردة. يا أخي القرآن تقريبا حسم الموضوع، يتحدث عن ناس كفروا بعد إسلامهم، كفروا. الله قال إذا كفوا عنكم، كفوا أيديهم وألقوا السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فليذهبوا وما اختاروا، هم وما نزعوا إليه، فليذهبوا إلى حيث ألقت كما يقال، هم أحرار. لكن الحساب يوم الحساب، الحساب يوم الحساب. هذه في المرتدين. وفي الكفار الأصليين، وفي ضمير الأمة أن كفر المرتد أفظع وأشنع من كفر الكافر الأصلي، لذلك لم يتساهلوا فيه كثيرا، تشددوا فيه جدا، وسفك بعضهم دماء بعض بهذا العنوان أنه ارتدوا. نعود إذن، أولويتان، أولوية لله تبارك وتعالى تعمل على الميدان القدري كما بينا لكم، وتعمل على الميدان الشرعي كما شرحنا لكم، كما شرحنا لكم. واضح جدا أن الكافر شرعا عنده الحق في العيش، أليس كذلك؟ عنده الحق في العيش كحقه فيه قدرا. جميل. واحد يقول هذا كلام عادي، أنت لم تضب به شيئا جديدا. صحيح، لم تضب به شيئا جديدا. الآن انتظروا الجديد، وين يحدث الانكسار، وين يحدث الخلط ويبرز ويذر قرن الجريمة وقرن الجاهلية؟ حين تختلط أو تخلط عن عمد وتقصد أولوية الله بأولوية الإنسان. واحد يقول لي أولوية الإنسان، نعم أنا كإنسان الآن عندي أولوية. واحد يقول لي بس أنت أولوية الله. صح، أنا أولوية في مخطط الله شرعا وقدرا، إزاء الحيوان والنبات والشمس والقمر والأرض والسماء وإزاء الاعتقاد ذاته. إيش رأيك؟ عندي أولوية، إزاء الاعتقاد، إزاء التوحيد. واحد مش موحد ينفع يعيش شرعا وقدرا، ممنوع تقتله، ينفع يعيش. اذا الانسان عنده اولويه، هذه اولويه الله. بس انا كانسان، والان انا مش كانسان مجرد عاد، مش الانسان كانسان، كعدنان، كسفيان، كجون، كوليس، اي شيء، انسان متعين، انسان الفرد، الانسان الفرد عنده اولويات تختلف عن اولويه الله. وطبيعي، انا لا ادير الكون، انا لست الها، انتبهوا، ادبر كونه، ولست مشرعا اشرع للعالمين أبداً. عندي أولوية مستمدة من روح الشرع كفرد، تختلف عن أولوية الله من جهة، تتفق من جهة. كيف طيب؟ أولويتي كإنسان فرد، في رأسها الدين، الدين أهم شيء عندنا، أموت من أجل ديني ما في مشكلة، فالدين قبل الشهوة، قبل الأكل، قبل الشرب، قبل كل شيء. ديني أنا عندي أولوية يا سيدي كإنسان متدين، ديني أهم شيء في حياتي. الآن هنا يحدث الانكسار، انتبهوا، هذا أهم شيء في خطبة اليوم، هذه نظرية،
نظرية مهمة جدا نستطيع أن نؤسس بها لفلسفة في التسامح الإسلامي يا جماعة. نظرية وقوية ومحكمة ودينية قرآنية. يحدث الانكسار حين يظن الإنسان أن أولويته كفرد، ككائن فرد كما قلنا، كسين كصاد من الناس، ينبغي أن تكون أولوية الآخر، أولوية العالمين. مثل مديني واللي في هذه الحالة الإسلام هو أولويتي، لازم يكون أولوية في الدنيا كلها. مش مسلم أنت؟ وين يا بابا؟ تعال على الإسلام بالقوة، ما فيه بالقوة، وأنت كنت كارها بالسيف، بالسيف. هذا الكلام واضح أنه مخالف لماذا؟ لمخطط الله القدري، أليس كذلك؟ لذلك يفشل أو ينجح؟ بالحري يفشل، لازم يفشل دائما. وعلى فكرة استخروا تاريخ الدنيا كلها، استخروا تاريخ كل العقائد، كل الأديان، كل الفلسفات، أي دين، أي عقيدة، أي أيديولوجيا حاولت أن تفرض نفسها بالقوة على البشر دائما كانت تملى بماذا؟ بالفشل، دائما تفشل. لكن دائما أيضا كانت تتلطخ بماذا؟ بريحة الدم، بالجريمة، تتورط في قتل ألوف، مئة ألوف، عشرة ألوف، ملايين البشر، وفي الأخير تفشل. طبعا لأن الذي يغالب الغلاب يغلب. الذي يعاكس خطة الله في القدر قطعا. بيستطيع واحد يخلي الشمس هذه تشرق من الغرب؟ مستحيل، هذا قدر الله عز وجل. كذلك أنت لا تستطيع أن تجعل الناس على قلب رجل واحد، وإن كان أتقى القلوب قلبا محمد، لا تستطيع. قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لجعل هذا هو الله لم يشأ هذا. قال ولذلك خلقهم، قال العلماء للاختلاف خلقهم الله، قدرا خلق البشر ليختلفوا، هو أراد في قدره أن يختلفوا وسمح لهم شرعا أن يعيشوا. إذا اختلفوا بين محق ومبطل، مش معناها الباطل أصبح حقا أبدا، الحق حق والباطل باطل من منظور المؤمن، لكن لا تفرض هذا على العالمين. هذا منظورك لك أن تنظر فيه، بس لا تجبرني على أنظر من خلال هذا المنظور، أنا حر، سأنظر من منظور آخر، عند الحق في الحياة. هنا يحدث الانكسار. واحد يقول بس هذا ما حصلش. لا حصل، تعرفوا لماذا؟ حصل على مذهب الذين قالوا الكافر يقاتل ويقتل لكفره. حصل. إذن هذا المذهب، هذا المذهب يخالف الله قدرا وشرعا، يخالف الله قدرا وشرعا. واحد يقول لي بس الجمهور ما يقولش هذا مذهب الشافعي. إمامك صح، المذهب إمامي، وأخطأ، أخطأ، أخطأ، عفى الله عنه وأثابه وأحسن جزاه، لكن أخطأ، 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 وضد المحكمات يعني في هذه المسائل. طيب واحد يقول لي هذا مذهب إمامك مش مذهب الجمهور. أقول له ولكن الجمهور، جمهور السنة وجماهير الشيعة وغير الشيعة والمعتزلة، للأسف الشديد عمليا صدروا عن نفس المنطق. قال لك هؤلاء ابتدعوا بدعة كفرناهم بها. طب كفروا، قال لك هنا جاء حد المرتد، ابتدعوا في الدين هذا. القرآن فيه أزيد من 200 آية تقرر حرية الاختيار ومسؤولية الضمير تماما. كل هذا شطب عليه بحديث وحديثين وثلاثة أحاديث لم ينزلوها أي منزلتها من الفهم والتأويل، وإلى تأويل قريب، وهذه مسألة ثانية. ولو أرادوا لفعلوا، لو أحبوا أن يفهموا الحقيقة. كيف أنا يا أخي عندي عمارة، عمارة قرآنية كلها تقرر حرية الاعتقاد، عمارة كاملة، عمارة من 200 طابق، نسفوا هذه العمارة بالديناميت الحديثي، بحديث حديثين ثلاثة، من بدل دينه لا يحل له، حديثين وثلاثة نسفوها، جعلوها كومة أحجار وتراب وأخشاب، وقال لك إن انتصرنا إلى الفقه الصحيح. أي فقه هذا؟ أي فقه هذا؟ وهنا أيها الإخوة مهدت الطريق التي فيها قتلت الأمة بعضها بعضا. الزيدي يقتل أخاه الزيدي، السني يقتل السني، السني يقتل الإباضي، السني يقتل الجعفري، الجعفري يقتل السني. لعنة، لعنة عبر التاريخ. طبعاً بعض الناس يتحدثون يظنون أن تاريخنا خال من المذابح المليونية. للأسف في مذابح مليونية، هذه وصمة ما كنا نعرفها نحن. كنا نظن فقط أحمد بن حنبل جلد، ابن تيمية مات في السجن، فلان مش عارف إيه، الحلاج صلبوه، واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين. لا يا حبيبي، مئات الألوف، مئات الألوف، وأحياناً ألف ألف، على يد مين؟ على يد الموحدين أنفسهم، على يد المسلمين. هذا نتصامم عنه، نتعامى كأنه لم يقع في تاريخنا، والآن يقع بشكل أو بآخر، ولسه مرشح لمزيد من الوقوع. ما أردنا أن نفهم المسألة، وإلا لا يا أخي، الكافر الأصلي عنده الحق، والمرتد عنده الحق أن يعيش أيضاً، ما دام ليس محارباً وكافاً يده عني. لا، هو حر،
الدين لا يكون إيه بالإكراه، لا إكراه في الدين، مش لا إكراه على الدين. قال لك ما هو أين بان هذا؟ طريق واحد بودي بجيبش، عندك الحق تخش في الدين بالحرية، بتكش تخش خليك على كفرك، بس إذا خشيت وطلعت نقطع رأسك. مثل ما قال أحد إيه المفكرين الهنود مظفر، قال يعني هذا يعني إيش رأت تراب، يعني رأت تراب يعني هذه مصد فئران. مثل مصد فئران دخلت ومسكناك. ومثل ما قال أحد الشيوخ في مصر، قال دخول الحمام زي خروج. قلت له يا سلام على التمثيل، مثلت الإسلام بحمام، حمام نسوان ولا حمام أطفال؟ مش معقول يا أخي. قال لك دخول الحمام زي خروجه، الإسلام هيك صار؟ رأت التراب ها؟ مسجد فئران، تدخل بتطلعش، أين بان؟ خلاص انتهى. شو التفكير العجيب الغريب هذا؟ الله ما قالش لا إكراه على الدين، لو قال لا إكراه على الدين كان قلنا هذه مسجد فئران. لا، الله قال لا إكراه في الدين، في الشأن الديني كله، مبتدأً ومنتهاً وأثناء. مبتدأً ومنتهاً وأثناء في كل شيء. أنا أقول لك حتى القرآن الكريم قال عن الناس اللي منعوا الزكاة أفراد، بس انتبهوا أفرادها، لأنه فرق بين واحد يمنع الزكاة وبين جماعة يتحيزوا ويمنعوا الزكاة. أصبح تمرد إيش؟ تمرد حقيقي على الدولة، على سلطة الدولة، هذا افتئات. هؤلاء يقاتلون مثل ما فعل سيدنا الصديق. وبين قوسين للأسف إخواننا الشيعة مش راضين على اللي فعله الصديق، بس لأنه الصديق فعل هذا. لو عالي نفس الشيء عليه السلام حيفعل نفس الشيء. ممنوع أن تعيش في دولة إسلامية وتتمرد على القانون. الآن بيقدر الحين ناس يجوا أهل حي العشرين مثلاً في فيينا ويمتنعوا من أداء الضرائب، حتحاصرهم الشرطة والجيش بعدين، وحيقادوا المحكمات، وربما يقتل منهم من يقتل إذا رفع السلاح، صح ولا لا؟ هذه قوة القانون. بس واحد بدوش يؤدي زكاة لا يقتل في رأي جماهير العلماء. وشفنا هذا إيه في سورة التوبة، الله قال إيه حنعاقبهم، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاته، ومش حنأخذ منهم الزكاة بعد هيك. عجيب، هذا عقابه، حنعاقبك ما حنأخذها منك، لو جيت وتبكي مش حنأخذها منك، خليها لك، لن نطهرك، لن نطهرك أيها إيه الفاسد الوسخ بحب المال. شفت؟ هذا هو، لا إكراه في الدين، بس مسألة إيه جماعة تتحيز مثل المرتدين والمرتدين كانوا صنفين، ناس ارتدت على الإسلام كله وأرادوا إيه استئصال شعفة الإسلام والدولة، وناس لم يرتدوا على الإسلام، فقط امتنعوا من أداء إيه الزكاة للدولة المركزية. أنا بقول لك ما في دولة تقبل بهذا، ترضى بهذا، ترضى هذه الحقيقة، ما في دولة تقبل بهذا، الدولة تبسط سلطانها. لكن مسألة ثانية، هذا ملف آخر على كل حال، لكن لا إكراه في الدين. إذا يحدث الانكسار إخواني وأخواتي حين يأتي الإنسان الفرد منا مثلي مثلك يفرض أولويته بإزاء أولوية الله. يا أخي الله بقول لك عنده الحق يعيش، والله بقول لك ممنوع تقاتله من أجل عقيدته، ومبتدع ضلال وقع في الشرك هو حر، ملكاش عليك أن تقول أنت مشرك، أنت أشركت يا أخي، وتثبت له، تقول له هذه الأفعال أفعال شركية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومحال محمد يشرك، الخطاب لنا احنا بالذات يعني، صح ولا لا؟ ايه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اذا طلقتم، قال مش طلقته، خطاب لنا يعني. على كل حال فهذا هو الفهم هيك، هذا شرك يحبط العمل، يفسد ايه صالح كذا الى اخره، إيه انثنوا عن انزل، اما اقتل في الناس وانه ارتدوا هذا غير صحيح. انسان عنده عقيده عنده فكر لا يقتل، الفكر يحارب بالفكر. الامه لم تشأ ان تفهم الامر على هذا النحو، وفرقت بين إيه كافر أصلي وكافر طارئ، واستحل بعضها دماء بعض بهذه الحيلة، بحيلة إيه الردة وأحكام المرتدين، وأتوا بأشياء تخالف كتاب الله على طول الخط. الله قال يا إبراهيم من يرتد منكم عن دينه إيش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل إلى آخره إلى آخر الآية. إيه معناها؟ معناها أنت حين ترتد يضعف جانب المسلمين، والمسلمون كانوا في حال حرب. حين ترتد فإنك بردتك عن دينك تخذل إيه الأمة والدولة، صحيح؟ الله قال ما في مشكلة، سيغني الله عنك ويعوض منك، وسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أعزة يجاهدون. هاي معناها، لكن كيف هم يجاهدون بقتالك؟ مش صحيح، إحنا ما فعلش هيك، وارتدوا في زمانه ولم يقتلهم، إيش الكذبة على كتاب الله هذا؟ الله ما قال هيك أبداً، والله أعطى هؤلاء الفرصة المفتوحة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن إلا واضح أنه بآمن بكفر عادي يعيش، لو مات بعد ثاني مرة أو أول مرة كما بيعيش عشان يآمن ويكفر يآمن ويكفر ويزداد كفرا. فالقرآن واضح جدا في هذه المسألة أيها الإخوة.